كاليدونيا الجديدة، الجزيرة الغنية بالمعادن، ثار شعبها على الحكم الفرنسي. تعديل دستوري في باريس أشعل فتيل احتجاجات غاضبة في الأرخبيل الواقع في أوقيانوسيا غرب المحيط الهادئ. الحكومة الفرنسية واجهت هذه الاحتجاجات بتعزيزات عسكرية وفرض حالة الطوارئ في البلاد وعقد اجتماع لإدارة الأزمات. بناء على طلب رئيس الجمهورية، قدم رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة ويطبق حاليا. بموجب هذا المرسوم ستتمتع الدولة بسلطات لضمان الحفاظ على النظام، ستكون قادرة على فرض حظر التجوال ومراقبة الرسائل النصية والإقامة الجبرية والتفتيش. وبموجب حالة الطوارئ، نشرت باريس نحو 1800 عنصر من قوات الجيش في كاليدونيا الجديدة و500 آخرون في طريقهم للانضمام إلى هذه القوات. مشروع التعديل الدستوري الذي يمنح الفرنسيين من خارج كاليدونيا الجديدة الحق في المشاركة في الانتخابات اصطدم بمطالب الاستقلال، إذ يعتبره السكان الأصليون إضعافاً لأصواتهم. لقد وصلنا إلى لحظة يجب علينا فيها الاعتراف بالواقع الاستعماري، وهو ما لا تفعله الحكومة الحالية، على الرغم من أن اتفاق نوميا كان اتفاقا لإنهاء الاستعمار. نشعر بالقمع ونحن غاضبون، كل شيء يحدث هناك ونحن نتساءل، هل يتم الاستماع إلينا؟ نحن شعب الكناك؟ ما لاحظته هو أنه لا أحد يفكر فينا أبداً، نتحدث عن المشاركة والمساواة، لكن هذا لم يكن موجوداً على الإطلاق. تصاعد موجة الاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة مخلفة في آخر حاصلة معلنة 4 قتلى ومئات الجرحى، قد يعرقل مساعي ماكرون لتعزيز سلطة بلاده على الأرخبيل.